مرحبا من جديد. تطور جديد على أزمة الودائع في لبنان المستمرة منذ أكثر من 43 شهرا. المصرف المركزي أصدر قرارا يخول المودعين باسترداد أموالهم المحتجزة في البنوك بالتقسيط على أن لا تتجاوز مبلغ $400 شهريا أو نحو 5000 على طول العام. وبذلك تم إلغاء القرار السابق الذي يشترط سحب قيمة موازية بالعملة اللبنانية على سعر 15000 ليرة مقابل الدولار. لكن في الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن الخطوة إيجابية لحل الأزمة، يرى آخرون أنها ليست كافية بسبب قيمة الحد الأعلى للسحب. الاستهجان الكبير لدى المودعين جاء على اعتبار أن العرض الأخير لا يتماشى مع احتياجاتهم في ظل الغلاء الذي يسود البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية. العاصمة بيروت مثلاً أصبح أقل إيجار منزل فيها يتجاوز $400، وهو نفس المبلغ الذي حدده المصرف، عوضاً عن الارتفاع الكبير الذي طال المواد الغذائية ورسوم توصيل الكهرباء. بينما ينظر آخرون إلى القرار أنه لا يعدو كونه استمراراً في استفزاز المودعين لدفعهم إلى القبول بأحلى الأمرين للحصول على أموالهم. والحديث هنا عن أصحاب الودائع التي تتجاوز في قيمتها ملايين الدولارات، الذين في حال قبولهم بالقرار الأخير سيستغرقهم الأمر عشرات السنين لاستيفاء كامل أموالهم. ينضم إلينا من بيروت عضو مجلس النواب اللبناني أديب عبد المسيح، ومعنا من بيروت أيضا أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولي في الجامعة الأمريكية ببيروت الدكتور جهاد الحكيم. إذا نبدأ معك أستاذ أديب، هل هذه الودائع التي سيعطونهم إياها من بقية ودائعهم، هل هي محاولة لتجميد الأزمة؟ طبعا هلا هو هذا القرار، اول شيء مساء الخير لك ضيفك وللمشاهدين. هذا القرار هو تعميم 158 يلي كان صدر من قبل، ويلي كان بيجوز انه يعطي المودعين ما قيمته $400 فريش و $400 ثانيه على سعر صرف 12000. طبعا هذا غير كافي لاي، يعني هذا غير كافي لاي مستهلك لبناني، لانه قيمه الاسعار او التضخم ارتفعت بشكل كبير بلبنان. قيمه الليره انخفضت بمعدل 98% بحسب تقرير الاي ام اف الاخير، والبطاله بلبنان كمان، يعني في كثير ناس ما عندها شغل، كمان قيمة البطالة، نسبة البطالة بلبنان تجاوزت 40%. وطبعا الدين العام اللبناني هو حيصير تقريبا 550% من الناتج المحلي، اللي طبعا انخفض عن السنين الباقية. إذا هذا برأيي ما علي حقولة، يعني هذه التعاميم هي محاولة احتيال على المودع اللبناني لسرقة أمواله، لأنه طبعا كلنا بنعرف أنه مع كل ما زاد الوقت كل ما كانت قيمة الأموال الموجودة لدى المودع تنخفض. فبالتالي كل هذه التعاميم، تعاميم 158 و165 وما صدر عن المصرف المركزي، هي محاولة لا ممكن إسكات الناس عن هذه الأزمة الفاحشة التي حصلت نتيجة الفساد ونتيجة تراكمات الهندسات المالية الخاطئة، ونتيجة كمان التدهور السياسي بلبنان يلي هو أساس المشكلة. طيب، نحن برأيي ما عندنا مشكلة مالية أو نقدية، نحن عندنا مشكلة سياسية بحت بلبنان. إذا دكتور جهاد، شو رأيك باللي عم بيقوله إذا الأستاذ أديب؟ وهل فعلا شغلة 7 مليار من أصل 100 مليار لا تساوي شيء؟ هذا ليس حلا للمشكلة، وإنما ترحيل للمشكلة. ماذا تخبئ حكمية مصرف لبنان من مفاجآت؟ يعني في الحالات مثل هذه، ما هي الخطوة اللاحقة؟ مساء الخير لحضرتك ولضيفك الكريم وللمشاهدين.
أولا أتفق على ما قاله النائب ضيفك الكريم. نعم، عامل الوقت هو مهم جدا لأنه يؤثر على ما نسميه التضخم. مع الوقت تتآكل قيمة الودائع، هذا في حال أرادوا أن يعيدوا هذه الودائع. بالنسبة إلي، هذه الودائع صدرت وليس هنالك من نية لإعادة هذه الودائع، وهذا الانهيار المتعمد وما يقوم به من تعميم واحد بعد الآخر هو فقط لكسب الوقت، وهنالك محاولة لتصوير الجلاد وكأنه الضحية. الضحية الحقيقية هو المواطن اللبناني الذي رأينا أن مدخراته قد هدرت، وأيضا المواطن الذي ليس لديه ودائع في المصارف اللبنانية، رأينا أن مرتباته قد تآكلت قيمتها بفعل انهيار سعر صرف الليرة. الليرة خسرت أكثر من 92% من قيمتها. ناهيك عن أن كل تعويضات نهاية الخدمة والصناديق الاستثمارية والادخارات والضمان والضمان الصحي، اليوم الشعب اللبناني هو مكشوف صحيا. تخيلي أن كل من يعمل في القطاع العام لم يعد لديه أي تغطية صحية، وهنا أتكلم عن موظفي الدولة، فليس لديهم أي تغطية صحية وهم ينحرون على أبواب المستشفيات إذا لم يكن لديهم، أو يؤثرون عدم الخضوع لعملية معينة أو عدم أخذ العلاج. مصرف لبنان للأسف لم يقم بدوره بما يخص السياسة النقدية. السياسة النقدية التي كانت منتهجة كانت بخدمة السياسيين والطبقة السياسية، هنا أتكلم عن من هم كانوا في الحكم على مدى سنوات وهم والممسكون بزمام الأمور. فللأسف رأينا أن بشكل متعمد أيضا لقد قاموا بدولرة الاقتصاد اللبناني والتخلي عن الليرة اللبنانية. الليرة اللبنانية فقدت دورها، لأنها الليرة يجب أن تكون وسيلة للتبادل، medium of exchange. لم نعد نرى أن أي شخص يريد أن يقوم بأي عملية تتجاوز الـ50 دولار سيقوم بها بالليرة اللبنانية، وأيضا يجب أن تكون وسيلة للادخار، store of value. فخسرت هذا الدور الليرة وأصبحت ما يعرف بـ speculative asset، أي تقومين بالمضاربة على الليرة اللبنانية. وكان هنالك عملية لتذويب هذه الودائع وإفادة قلة قليلة من هذه التعاميم وما يعرف بصيرفة. فهذه صيرفة كان يقوم بها أصحاب النفوذ بأخذ طيب. الكثير من الأرباح دون أخذ أي مخاطر، وكان ذلك دكتور على جهاد. حساب المودعين للأسف. وأريد أن أنوه هنا قبل أن أنهي مداخلتي أن ستبقى معنا دكتور جهاد. حسب ستبقى تقرير معنا البنك الدولي. سنعود إلى هذه نعم النقطة لو سمحت. تفضل. دعني أعود إلى أستاذ أديب. الآن تتحدث عن مشكلة سياسية يعاني منها لبنان في الأصل. الـ IMF طالب بحاكم نزيه ولديه خطة لإعادة التوازن المالي. البعض هنا يسأل من المراقبين، يعني كيف يمكن أن يعود التوازن المالي إذا كان بيد اللي نسمي الأمور بمسمياتها، بيد الشيعية السياسية، بيد علي حسن خليل وغازي وزني ويوسف خليل؟ كيف يمكن إعادة التوازن المالي من حيث المبدأ؟ يعني انت حطيت ايدك على المشكل نفسه. طبعا المشكل هي بالسياسات التي كان يحميها اطراف كحزب الله وحركه امل وطبعا الثنائي الشيعي، واكثر من ذلك المنظومه التي حكمت لبنان ماليا واداريا وسياسيا خلال الاعوام الـ30 الماضيه. هذه المشكله. وطالما هؤلاء الأشخاص يتحكمون بالإدارة المالية والسياسية بالبلد، نحن بنكون عم ناخذ جرعة بنادول وما عم نحل المشكلة جذريا. الحل يبقى في السياسة، الحل يبقى في دولة قانون ودولة مؤسسات، الحل يبقى بوضع أشخاص
سياديين إصلاحيين إنقاذيين في المكان الصح. إذن طالما هناك استقواء وطالما هناك هيمنة من الطرف الآخر على المؤسسات الإدارية الحساسة في البلد كوزارة المال وكمصرف لبنان وحتى الادعاء المالي، هون في عنا مشكلة كبيرة، وحكون كثير صريح معك. لذلك نحن نطالب اليوم، والحل يكمن وبوابة الحل دائما تكمن في انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة إنقاذية مع رئيس وزراء نزيه وإنقاذي وسيادي. جميل، وصلت فكرتك. استاذ أديب، مفهوم. هل سيمر خلف لرياض سلامة دكتور جهاد بغياب رئيس جمهورية؟ هذه مشكلة كبيرة. أنا شخصيا لا يهمني أن يكون هنالك ملء لهذا الفراغ، ما يهمني أن يكون هنالك حاكم مصرف مركزي جديد يمكن أن يعيد الليرة اللبنانية هيبتها، أن يكون هنالك حل عادل للمودعين، أن يكون هنالك إحياء للقطاع المصرفي المدمر. لقد ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن المودعون في لبنان قد خسروا بين آذار 2023 وكانون الثاني 2023 أكثر من 10 مليارات دولار، وبالتالي الخاسر الكبير كما قلت لك هو المواطن بالدرجة الأولى، وبعده من قام المودع. طيب، يعني إذا جدد لرياض سلامة، يعني ما هو المرجح كارثة. الآن؟ ستكون كارثة وتمديد للستاتيكو الذي نحن فيه. هذه هي المشكلة. نحن نريد كما قال حضرة النائب، نريد أشخاص جدد يمكن أن نتتبع مسيرتهم الذاتية ومواقفهم ومدى صوابية مواقفهم ونزاهتهم، فلا نريد أشخاص أن يقوموا باستمرار النهج الموجود واستمرار الانهيار المتعمد وهجرة الشباب من لبنان وحالة اليأس الموجودة. فبنهاية المطاف يريدون أن المصارف في لبنان وأيضا الطبقة السياسية لديها شعار أنه إيد بإيد نريد أن نكمل كل شيء من جديد وكأنه شيئا لم يكن. نحن لا نريد محاسبة الفاعلين، أكانوا بالسياسة أم بالاقتصاد، وحتى اقتصاديو البلاط الذين ضللوا الشعب اللبناني، وكل من شارك بهذه القرارات العشوائية التي أثرت ليست فقط على جنى عمر اللبنانيين وصحتهم، إنما أيضا على سمعة لبنان في الداخل والخارج، وقد أيضا أثروا على العلاقة بين لبنان والدول العربية الشقيقة. فنحن ندعو المجتمع الدولي لمساعدتنا من أجل أن نوصل الأشخاص المستقلين إلى سدة المسؤولية، وهم كفيلين بالنهوض بلبنان على كافة المستويات. نريد أشخاص أكفاء يمكن تتبع مسيرتهم ومواقفهم وإنجازاتهم. كلمة أخيرة منك أستاذ أديب في هذا السياق. سيدتي، الحل يكمن لا بصيرفة ولا بتعميم. اليوم هناك أزمة ثقة بالبنك المركزي، وأهم عامل بأي بنك مركزي في العالم هو عامل الثقة. إذا نحن فقدنا الثقة، بغض النظر إذا حاكم مصرف لبنان مدان أو غير مدان، نحن فقدنا الثقة بهذه المنظومة المالية التي حكمت لبنان. إذن الحل هو بتغيير هؤلاء الأشخاص، ولا يمكن تغييرهم إلا إذا انتخبنا رئيس جمهورية. لذا أدعو من هنا الذهاب غدا إلى فتح المجلس النيابي بدورات متتالية لانتخاب رئيس جمهورية، وبعدها ننتخب ونعين حاكم مصرف لبنان، وهناك كمان فراغ في قيادة الجيش وفي مراكز حساسة في الدولة.
نحن ذاهبون إلى فراغ مدمر، نحن ذاهبون إلى مشكلة كيانية في لبنان وليس مشكلة مالية فقط. وهذا يتطلب منا الوعي وتحمل المسؤولية وعدم التعطيل واحترام الدستور وروحيته، وبالتالي تعيين الأشخاص الأساسيين في هذه في المؤسسات الدولة. أما الحديث عن صرفة أو تعميم أو يعني حتى تطبيق حتى تطبيق سياسات البنك الدولي تتطلب ضبط الحدود، وهذا يحتاج إلى حراك سياسي كبير. على كل حال، من بيروت أنا أشكرك شكرا جزيلا. النائب اللبناني أديب عبد المسيح كان معنا أيضا من بيروت، أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولي في الجامعة الأمريكية ببيروت الدكتور جهاد الحكي.